يعني مبسوط أكيد على يعني نفسك. في ناس يعني عزاز على قلبي، بس أكيد أنا مش هبقى يعني أكيد المصلحة هم كانوا شايفينها أكتر مني، الحاجات الإدارية دي أنا ما أقدرش أتدخل فيها. نعم، شكرا لك. هل راح تحافظوا على أنغام بالشركة؟ أنا طبعا أشكر اتصال ست شيرين، ومثل ما قلت لك يعني ألبومها كان من الألبومات الناجحة في 2009، وما شاء الله كمان الفيديو كليب، والحين راح تصور إن شاء الله فيديو كليب جديد، وكمان في نطاق المانجمنت كمان هي مطلوبة جدا بالحفلات، واتمنى لها التوفيق. يعني احنا وشنا خير عليها، نعم وقعنا العقد وجابت البنت ما شاء الله، الله يحميها. طيب لما يصير في حمل للفنانة بيصير في تأخير بالعمل، هل يعني بيصير في يلحظ، هل تلحظ العقود هذا الموضوع؟ أكيد أكيد العقد يعني أول شيء ما يحدد الألبوم بفترة معينة، بالأخير أنت قاعد تعمل، نعم، قاعد تشتغل فن. هل راح تحافظوا على أنغام بروتانا أم مهددة بأنه تتركها؟ أنغام انتهى العقد، هل راح يتجدد؟